باش قيدونا في هذا الشيء ديال اسبانيا، وانا مرة مطلقه وداك الشيء، عندي وليداتي، بغيت نمشي نخدم على وليداتي ونعاود نجي. هذا الشيء اللي كنطلب، ما هذا الشيء ديال الفريز، قالوا لنا الفريز صافي. كيقولوا هما مده 3 شهور، باقي حنا انا اول مره غنمشي، باقي ما عمرني ما مشيت. قالوا مزيان، كل شيء يدوز مزيان، ودازوا شي وحدينا تقبلنا، قال لك راه مزيان هذا الشيء وصافي. انا 5 سنين وانا تمشي عندهم، شي 2017 راني تماك، دوزت رمضان عندهم، خدمت بخير، تهلاو فيك، السكنه كاينه، الدوش كاين، كل شيء كاين، تيخلصوك مزيان، ما كاين لا تكرفيس لا شي حاجه، خدمتك راه تخدميها. تنمشيو نخدموا في الفريزه، في رمبيصه، توته، اي حاجه تنخدموا فيها اختي، في الفلاحه. المهم معاوني الراجل روسنا ومعاوني الراجل. كاين اللي تيجلس شهرين، كاين اللي تيجلس ثلاثه، كاين اللي كله على حساب الكونترا هذا. وخويا نشكر الجوج ديالي اللي مساعدني وما تيشكش فيا وعاطيني الثقه الكامله، تنشكره من هذا المنبر. شي بغيت نتقيد في الفريز، حيت خدامه وبغيت نعود نمشي نخدم باش نصرفوا على وليداتنا، راه ما عندناش، وهذيك الرزايق اللي تنجيبو راه تنصرفوا فيه على ولادنا، تيكفانا الحمد لله. تبقاو 3 شهور، كل اللي تبقى 4، كله على حسب الخدمه. فايته ماشيه مزيانه، ونهار بغينا نجيو بغينا نبكي وكاع بقى فينا الحال. تي انا جيت لهنايا لمراكش باش نتقيد في الشركه ديال الفريزه. جيت من مدينه خريبكه، غنمشي للمشروع ديال اللي في سباليون باش نخدم في الفريزه. انا اول مره كنمشي، اول مره غنمشي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.